السلام عليكم أمينة. وعليكم السلام نجمة. كيف حالك يا أمينة؟ بخير الحمد لله. وأنت نجمة؟ أنا بخير والحمد لله. ما جنسيتك أمينة؟ جنسيتي الهندية. وأنت نجمة؟ أنا جنسية الصومالي. ماذا تفعلين في الصباح؟ أغسل وجهي، أنظف أسناني، أتعدى، أصلي صلاة الفجر، أكل فطور الصباح، ألبس ملابسي، وأنا أذهب إلى المدرسة بالسيارة. أين تسكنين؟ أنا أسكن في ميربوكا. وأنت نجمة؟ أنا أسكن في لانستر. ما عدد أفراد أسرتي؟ أنا عدد أفراد أسرتي 11، أمي، أبي، 6 إخواني، 2 أخواتي، وأنا. وأنت أمينة؟ عدد أفراد أسرتي 5، أمي، أبي، أخي علي، أخي عبد الرحمن، وأنا. على بنت الواجب نجمة؟ نعم. وأنت أمينة؟ نعم. أنا أسمع الجرس يدق. نعم، هيا إلى الدرس. شكرا، مع السلامة. مع السلامة.